في واقع ميداني جديد تواصل حركة طالبان رسمه في أفغانستان بعد إتمام انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من هذا البلد في موعد أقصاه 31 من شهر آب المقبل. 85% هي مساحة الأراضي التي باتت تسيطر عليها حركة طالبان وفقا لمسؤوليها، وهو أمر يشي بالكثير بالنسبة للدول الجوار في الوسط الآسيوي وبقية دول العالم التي باتت تترقب تداعيات المرحلة المقبلة في ظل غياب العاملين الأمريكي والأجنبي العسكري في أفغانستان. وعلى المستوى الدبلوماسي تواصل الحركة تحركاتها الحثيثة بين عواصم العالم في محاولة لرسم سيناريو جديد، حيث ألقى طالبان الكرة في ملعب الحكومة الأفغانية باشتراط وقف عملياتها العسكرية فقط إذا ما نجحت محادثات الدوحة، متعهدة في الوقت ذاته بضمان أمن الحدود وسلامة البعثات الأجنبية الموجودة على الأراضي الأفغانية. إلا أن هذه التطمينات لم تبدد المخاوف المتصاعدة لدى بعض الدول كالهند وروسيا التي أعلنت إجلاء موظفيها من قنصلياتها في كبرى مدن أفغانستان خشية من المعارك، بينما ذهبت باكستان أبعد من ذلك بالتحذير من تفجر حرب أهلية في أفغانستان قد تقود إلى تدفق موجات نزوح كبيرة إلى معابرها الحدودية المغلقة بسبب وباء كورونا. وفي أوج هذه التطورات تواصل واشنطن المتهم الرئيس بتغيير ملامح أفغانستان في العقدين الماضيين سياسة الانعزال الجديدة، سياسة ترجمها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي بتجديد دعوة الأطراف الأفغانية للتوصل إلى حل سياسي غير مفروض من الخارج لإنهاء هذه الحرب، مكتفيا بالقول إن بلاده ستحافظ على حضور دبلوماسي هناك.